رجعنا لكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا، ونحن لسه بنتواصل عبر هلا بكم وضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ ياسر احمد نعمان، وعدد من المحاور وايضا عدد من الكلمات الجميله والاشعار الشعيقية. ونحن قبل ما نختم فقرتنا مع الاستاذ ياسر حنرجع نسمع قصيده اكيد حتكون اهداء لكل الناس اللي تابعونا في المساحه اللي فاتت. نسمع يا يا من زرعت الشوك. غناء الأستاذ خالد اسمه نجيب. من هنا له التحية. يا من زرعت الشوك وفرشت له الأقدام والدايرة لي قلبي تلقيه لي قدام. أنا كم هويت عينيك وريتي نحلة غرام وخبيتي من الناس خايف من النسام وضاريته من العين في الصيف بقيت له غمام وكان في النهاية جزاي إنه الزواج أقسام. أنا كم زرعت الريد في وديك هب وقام وزقيته من دمي وراجيه عام فوق عام. حصدوه كان الغير بعد الفراش الحام وكان ردك أنت علي فرقتنا الأيام. خليني من حبك ومن قلبك الظلام، أنا شفت في عينيك الكون ده كله ظلام. مغرورة بنفسك وقايلة الجمال أجسام ولا الجمال زايل وين شفت خل ددام. وأنا كنت مفتون بيك وبصغرك البسام وناس إنه خافي وراه كاسا محرم وسام. صابر شربته كتير مغموم قليبي وهام راجيه لو قلبك يرجع في يوم يتلام. خليني من حبك ومن قلبك الظلام، وانا شفت في عينيك الكون ده كله ظلام. مغرورة بنفسك وقايلة الجمال اجسام لا للجمال زايل وين شفت خل ددام. مركب نجاتي خلاص فكاه قيدك عام ويتحدى للامواج وبيصارع الهدام. وقلبي الضعيف بدري الليلة صار درغام لميته من اشتات ما انت سبت حطام. ولميته من اشتات ما انت سبت حطام. جميل استاذ ياسر. خلد الخلد ودام، ولا الكلمه دي قريبه كده متداخله في الحروف؟ لا للجمال زايل وين شفت خلد ودام. خلد ودام يعني يا جمال ما دايم. نعم ولا جميل ولا خالد. جميل. احنا بنتواصل معاكم مشاهدينا، وده كان واحد من الشعراء المميزين وفقره اكيد رئيسيه لواحد من الشعراء اللي قدموا الاغنيه السودانيه والاغنيه الشايقيه، يعني تقديم كبير وايضا مجموعه من الاغنيات وعدد كبير من الفنانين. احنا قبل ما نختم معاكم استاذ ياسر عايزين نشوف يعني التعامل مع مختلف الفنانين يعني اللي هم اصلا من الشماليه. اولا في ثنائيه من هو شي بحييهم حني هي كل الفنانين الشايقي حتى اللي متعاملت معاهم لهم تحيه خاصه. نعم. وخلقت ثنائيه او كانت في ثنائيه بيني وبين خالد عثمان نجيب وهو من ابناء مساوي لهم تحيه. في كم نص يمكن ما يقارب ال 20 نص او اكثر من كذا. السقيد عنده راقت وروقت في البوم ميلادي الجديد. النصر عنده الدر الهجر. عز الدين شكري عنده سراب وتغشيته قايله نسمه ويا رايع. المرحوم خالد الكرو عنده قنيحته منك. المرحوم عيسى بروي عنده حرمون المحبه منعون الوداد. ما داير انسى زول. إذا حاولت تقولهم أكيد حتاخذ مساحة. نعم. نحن نحييهم ونترحم على من رحلوا وتحية لكل اللي بيتابعونا الان ولكل الفنانين اللي انت تعاملت معاهم، ومساحه اخيره لتحيه اهلك في الشماليه. اول شيء من هنا بحيي الوالده سعيده الامين عبد الجابر واسرتي الصغيره واسرتي الكبيره، واحيي محمد ياسر من هنا، وتحيه خاصه لجروبات ياسر بريده. نعم. وتحيه خاصه لكل الشايقيه. وتحية خاصة لكم انتم أسرة هلا بكم وللغنى. نعم. الفتية. ومزيد من التقدم والازدهار ان شاء الله.
جميل، لك التحية أستاذ ياسر أحمد، والتحية لكل المتابعين ولكل المشاهدين اللي شاهدونا في الحلقة. وأكيد الفقرة الأولى كانت مع ضيف شاعر مميز، وحنختم فقرتنا الأولى أستاذ ياسر بواحد من الفنانين اللي أنت تعاملت معهم، التحية للفنان الكبير النصري في ختام فقرتنا الأولى. بعد الأغنية عندنا أكيد عدد من الفقرات. صفت بغوش خيبات اللبر في حلة المبني من طبق السكن وفي في حوش المهايم والسع تكورك يا الحسن وقفت بعد حلبت لبنت الشاي تكورك يا الحسن يما الحسن وين الحسن ولما انصفت بغوة شخيبات اللبن في حلة المبني من طبق السكن واكفي في حوش البهايم ولسع تكورك الحسن وقفت لبنت الشاي تكورك الحسن يما الحسن وين الحسن الحمل العنيد في الحمل العنيد وتلاوي في الحمل العنيد جاها حسا من بعيد ناري من القاطوع ورا قال لها خير يا الحاج خير قالت له خير تعال لي جاي دايراك تعنوي لي جواب يا الراسي يا ولد الخدير ولا تبقى في الشام عالسرير لا تبقى في الشام عالسرير يقول لي زين يوم زين وزين وتبقى بعد شهير وإن جاني يكتب فط سطر أقول له يا سجم السجم أنا زي قرايتك ما قريت لكن عيناتي بيفرزن الوريق البيض من لون القلم خيبات اللبن في حلة المبني من طبق السكن وقفي في حوش البهايم ولسه تقولك يا الحسن بعد المغارب بشوي جاه الحسن تعبان يسير العشا غنمو من الدرب وسرقت ندى عش الهجير العش غنمو من الدرب وسرقت ندى عش الهجير سوت له شاين بلبن قرب معاه وحرف فطير وقالت له بسم الله قول واكتب وصيتنا للخدير اكتب وصيتنا للخدير اكتب وصيتنا للخدير العنين فاضل لي بس منه اليقين
رسلوا لي دحين العينات يا جناي شوف انضنين كنت برسل ليك في لور الخزين لو الأرض يا ولدي تنشال في اليدين أنا كنت برسل ليك في لور الخزين لو الأرض يا ولدي تنشال في اليدين أنا كنت برسل ليك في لور الخزين بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا ولسه بنتواصل معاكم وواحدة من الفقرات المهمة فقرة تايم أكيد حنتوقف مع واحدة من الشخصيات المميزة والشخصيات المؤثرة اللي مرت على تاريخ السودان وما زالت ذكراها هي موجودة بيننا لارتباطها بأهم الأحداث التاريخية على مستوى السودان النضال بالتأكيد في السودان يعني عدد كبير جدا من النساء هن ناضلنا وكان لهم أدوار كبيرة في تحقيق الاستغلال وفي الحفاظ أيضا على السلام وعلى الأمن على مستوى السودان واحدة من الشخصيات اللي حنتابعها في المساحة القادمة حواء الطقطاقة وفقرة تايم كثيرون يرون فيها مثال لكندكات السودان ومهاراته لأنها نذرت حياتها مثلهن للوطن وكانت من رائدات العمل الوطني فهي حواء جاه الرسول الطقطاقة المولودة في عام 1926 بمدينة الرهد بغرب السودان من والد صوفي وشيخ سجادة ووالد حكامة أي تقوم بمدح وبث الحماس في فرسان القبيلة على إيقاع النحاس وكان لابد للفنانة حواء أن تتأثر بهذا الجو وبطبيعة مجتمعنا السوداني المحافظ وجدت حواء الرفض من أسرتها لممارسة الغناء وبعد وفاة والدها الشيخ جه الرسول هاجرت الطقطاقة إلى أم درمان لتنمي موهبتها خصوصا عندما سمعت بإنشاء دار للإذاعة هناك في بيت المال وتبوس عبر مكبرات صوت في ميدان البسطة حيث تعرفت هناك على المرحوم الكاشف حسن عطية وعبد العزيز داود وعائشة الفلاتية ومنى الخير ومهل العبادية الذين أعجبوا بصوتها وإمكانياتها ووفروا لها كل السبل لتنمية موهبتها فسجلت العديد من الأغنيات الوطنية وغيرها ومن أشهر أعمالها العديل والزين والشيخ سياره وقمر السبوع لقب الطقطاقة تضاربت الأقوال حول لقب الطقطاقة فهناك من يرى أن أي فنانة تعلم رقص العروس يطلق عليها اسم الطقطاقة وهناك من يرجح أن الاسم جاء نتيجة لنشاطها ضد الاستعمار فهو اسم لشجرة من فصيلة النخيل تصدر صوتا وكانت كثيرة الانتشار وبالنسبة لحركتها في النضال ضد الإنجليز فقد أطلق عليها هذا الاسم وانضمت إلى حزب الأشقاء بقيادة الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري الذي تم تكوينه قبل الاستقلال ونظمت الأغاني فيه خشيتها انت حاجة ما ضاريتها وهي حررتها وخليتها الزعيم برز يا أخواني
نزل العلم بريطاني كيف نتخلى عنك تاني؟ ليه نحقق الحرية ونخلى البلاد مجلية؟ الزعيم أبوك يا سمية. وأعدت أغنيات في مدح عدد من الرؤساء الذين زاروا السودان، ومنهم الملك فيصل والصباح وجمال عبد الناصر، كما تغنت للرئيس الراحل المشير جعفر نميري، وكذلك معظم العائلات المعروفة في الخرطوم وأم درمان. وقابلت الفنانة كوكب الشرق أم كلثوم عند زيارتها للسودان، وأعجبت بها أم كلثوم. سافرت إلى مصر وشاركت بالغناء في زواج الملك فاروق على الملكة ناريمان في وجود أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، ومنحت حافزاً 500 جنيه مصري، وكان يعتبر مبلغاً كبيراً في تلك الفترة. كما تغنت للراحل ياسر عرفات عند حضوره للخرطوم لدعم القضية الفلسطينية، وهتفت لنصرة القضية، وأعجب بشجاعة حواء الطقطاقة، وأهداها الراحل عرفات شال وعقال ظلت تحتفظ به حتى وفاتها. وتميزت حواء بقوة الشخصية وجمال الصوت القوي، وكانت امرأة وطنية تؤمن بقضايا الوطن. ومن مواقفها الوطنية شاركت مع زوجة البطل علي عبد اللطيف في مظاهرة، وتم تكسير أسنانها من قبل القائد العام للجيش الإنجليزي، وتم إطلاق رصاصة عليها فأصابتها في عنقها. توفيت في شهر ديسمبر 2012، وتركت وصية تطلب فيها من أسرتها أن يسير جثمانها إلى منزل الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري، الذي قام برفع علم الاستقلال بمعية محمد أحمد المحجوب في الأول من يناير عام 1956، ونفذ الجميع ما أرادت، فقد سار موكب تشيع الجثمان سيرا على الأقدام من مقر إقامتها بحي الضباط بمدينة أم درمان إلى منزل الزعيم إسماعيل الأزهري، ومن ثم إلى مقابر الشيخ حمد النيل بأم درمان، حيث أوري الجثمان الثرى وبقيت الطقطاقة في وجدان الشعب، وسيظل ذكراها ما بقيت الحياة. الرحمة والمغفرة للفنانة حواء الطقطاقة، والتحية لكل المناضلات السودانيات، وأيضا نترحم على كل من رحل وكل من كان لهن دور في خدمة القضية الوطنية. بنتواصل معكم مشاهدينا، وواحدة من المعالم السودانية، وأكيد السودان بيمتاز بعدد من المعالم، لكن في الخرطوم شارع الجامع له أثر وله وقع داخل كل إنسان. حنمشي نتابع في المساحة القادمة مشهد وتعليق من شارع الجامع، ونجي راجعين. شارع جامعة الخرطوم واحد من الشوارع التاريخية المعروفة والمعالم العريقة البارزة في خارطة العاصمة، حيث ترقد على جنباته العديد من الشواهد والبنايات ذات الطابع الإنجليزي المميز، الذي لم تستطع لا الدهانات ولا التعديلات التي تجرى كل فترة محو آثاره. وقد كانت هذه البنايات والطراز الذي صممت عليه اللهم إلا القليل منها عند تشييدها مخصصة لأغراض ووظائف كيفما اتفق، بيد أن بعضها تم تغييره إلى مسمى آخر، فيما ظل البعض الآخر على تسميته شارع الجامعة عن غيره من الشوارع المميزة والمعروفة، يتسم بأنه شارع تاريخي ونضالي قام على أحداث سياسية، واحتوت مساراته عددا من الأحداث التاريخية من ثورات وغيرها، كيف لا وقد احتضن ثورة اللواء الأبيض، وختم عليه أبطال الثورة بدمائهم الطاهرة القرشي وعبد الفضيل الماض. ربما إذا عمعن وانكفى أقرانهم وقتها لاشتموها ونفذت إليهم رائحتها الزكية، فضلا عن كون الشارع الذي يمتد من ثكنات الجيش الإنجليزي
وقتها قد خلد ذكرى رحيلهم عبر السكة حديد، وهم يحملون أمتعتهم ويعلنون الرحيل تقلهم القطارات عبر نفق الجامعة، وهذا أيضا دليل عافية النضال والحرية التي كان ينادى بها وقتها، وغير ذلك كثير من دفاتر التاريخ وسيرة الشارع. هو شارع أثري، رغم أن الشارع وحسب كثير من الروايات التي تقول إنه يمتد من ثكنات الجيش، إلا أن هناك من يقول إن بداية الشارع قبل مدرسة الخرطوم القديمة، وبعد إزالتها وتوسيع الشارع ينتهي في وزارة التربية وحتى بري، وقيل أيضا إنه قديما كان ينتهي بداخلية البركس من الناحية الشرقية، وحاليا يمتد حتى مقابر بري، وفي اتجاه الغرب تقريبا ينتهي بكوبري توتي. وهناك أحاديث ذهبت إلى أن هذا الشارع في قرون خلت لم يكن له أثر، فقط هناك شارع النيل، إلا أن إنشاء الشارع كان قبل 110 أعوام تقريبا، الأمر الذي أدخله في زمرة الآثار. وإذا عدنا أدراج ذاكرتنا القهقري مستصحبين في ذلك التاريخ، فلا بد من التطرق لذكر اللبنة الأولى لجامعة الخرطوم نفسها التي انبثق منها الشارع وسمي باسمها طراز الأبنية. وإذا أردنا التحدث عن معمار الخرطوم القديمة وملك شوارعها المتوج جامعة الخرطوم والشواهد التاريخية التي تنتصب شاهقة على جنبيه، فلا يوجد نمط معماري معين أو لون طلاء محدد تتميز به الخرطوم وقتها، إذ توجد مختلف الأشكال والأنماط والألوان في المدينة، إلا أن من الممكن التميز بين خطوط معمارية واضحة في طراز الأبنية من حيث تاريخ بنائها. ففي المنطقة الشمالية المطلة على النيل الأزرق يظهر النمط الكونيالي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر والعصر الفكتوري وما قبله وفن العمارة المملوكية الإسلامية، ويتمثل في مباني الوزارات والدواوين الحكومية القديمة التي بناها الأتراك، ومن بينها سرايا الحكمدار القصر الجمهوري القديم في المنطقة المحاذية للنيل الأزرق. ويلاحظ أن هذه المنطقة تم تخطيط شوارعها في عهد كيتشنر على شكل العلم البريطاني، الصلبان المتقاطعة رأسيا وأفقيا وعرضيا، مستندا في تخطيطه بشكل عام إلى مخطط واشنطن الأمريكي، مع إدخال بعض العناصر العسكرية كبناء ثكنات الجنود داخليات جامعة الخرطوم حاليا. في العام 1908 تم تنفيذ ملكين، وهو بمثابة تعديل لتخطيط كيتشنر متأثرا بتخطيط مخطط جاردن سيتي في القاهرة. معالم كثيرة وبنايات على طراز إنجليزي تفتح أبوابها على شارع الجامعة، تنفح المارة بعبق الماضي وتهب الحاضر بجمالية وقوفها فارحة ضاربة في التاريخ البلاد. جامعة الخرطوم مجمع الوسط تحاصر بدايات الشارع على اتجاهي الشمال والجنوب بعد أن تأتيها خارجا من البركس ثكنات الجيش الإنجليزي إبان الاستعمار. ثكنات الجيش الإنجليزي إبان الاستعمار، وزارة الخارجية، سودان يونت، مسجد الجامعة حاليا، سودان كلب، ملتقى الصفوة الثقافية آنذاك شيدها الإنجليز شرق حاليا، دار الثقافة، مبنى وزارة التجارة حاليا، وهيئة البريد والبرق. تغزو بتاريخها الناصع وجدان السودانيين وتستكين في أفئدتهم، مباني مولقة في التاريخ القديم. أيضا من المعالم التاريخية التي ما زالت بازخة تطل برأسها على شرفات التاريخ متحف القصر. كان هذا المبنى في الأساس لإحدى أجمل الكنائس البيزنطية في المنطقة قبل أن تتم
إزالة برجها وتحويلها إلى متحف مفتوح للجمهور تعرض فيه الهدايا التي تلقاها رؤساء الدولة في السودان وسياراتهم الرسمية وغيرها من الأشياء التي تسلمها حكام السودان منذ الفترة الاستعمارية وحتى ما بعد الاستقلال، وهو من أكبر المتاحف في السودان. وقد تم افتتاح مباني الحالي وقد تم افتتاح مبناه الحالي في العام 1971، وكان المتحف في السابق يقع في مباني كلية الآداب بجامعة الخرطوم، ويضم مقتنيات الحضارات السودانية القديمة منذ العصر الحجري وعهود ممالك مروي ونبتة وحتى الممالك المسيحية والعصر الإسلامي، وتنافس مقتنياته ما هو موجود من نوعها في متاحف مدن كبيرة كالقاهرة ونيويورك، خاصة تلك التي تمثل الحضارات القديمة. بالرغم من أن التوثيق يعني بالشارع، إلا أن جامعة الخرطوم هي ست الاسم والملك المتوج عليه، كما ذكرنا آنفا، الذي كشف أيضا أثريتها عقب تخطيها للعام 114 عاما تقريبا، عندما افتتحها كيتشنر بعد بنائها بمساعدات مادية جلها بريطانية، بيد أن هذا الصرح التاريخي تعرض لشائعات تقر ببيعه أو إخلائه كادت أن تخلق فتنة وخرجت من الرفض المحلي إلى العالمي، لكن الحكومة احتوت الأزمة بنفيها القاطع للشائعة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وفي ختام حلقتنا ليوم الاثنين المتميز من هلا بكم على شاشة أنقام الفضائية. حنختم حلقتنا بواحد من الفنانين المميزين جدا، وأيضا في ثنائيته مع واحد من الشعراء اللي ألفوا لنا أغنية ما زالت هي خالدة وما زال الجميع بيرددها، وأكيد وداعا روضتي الغنى وداعا معبدي القدسي، هي واحدة من الأغنيات اللي كتبها شاعر حميد أبو عشر، وغناها أيضا الفنان الجميل إبراهيم الكاشف وعدد من الفنانين. شاعر وملحن وفنان، أكيد في ختام حلقتنا حنتابعها في المساحة الجاية وحنختم بها الحلقة كمان، نقول لكم مع السلامة. ولد الشاعر حميدة أحمد عثمان الشهير بحميدة أبو عشر في العام 1931 بمدينة أبو عشر، وترعرع هناك وقضى فترة دراسته الأولية بها، ثم انتقل إلى مدينة واد مدني ليعمل بها نجارا حرفيا في مدرسة حنتوبي الثانوية في العام 1943، واستمر بها بالعمل حتى العام 1947، والذي تم في أواخره افتتاح مدرسة ثانوية جديدة في مدينة الحصحيصة، وكانت هناك حاجة ماسة إلى حرفيين لتجهيز الكراسي والأدراج للتلاميذ الجدد، فنقل حميد من حنطوب إلى مدرسة الحصحيصة الثانوية، وذهب وهو طاوي الماضي الجميل في حنطوب في صدره وعايشا على صدى الذكر، متحسرا على أيامه الزاهيات وذكرياته العطرات، فتدفق شعرا مودعا حبيبته حنتوب بقصيدته الخالدة وداعا روضة الغنى. الجدير بالذكر عند زيارة الشاعر نزار جباني وفي أحد استضافاته الأدبية والتكريمية التي أقيمت على شرف زيارته للسودان، ذكر أن هذه الأغنية من عيون الشعر السوداني. طويت الماضي في قلبي وعشت على صدى الذكرى، وهذا الدمع قد ينبي ظلم المهجة الحيرة. لماذا
لم يتوقف إبداع أبو عشر عند هذا الحد، فقد أصبحت نصوصه تنافس بعضها البعض، فكتب الأغنية التي أحدثت انغلابا في الموسيقى السودانية وهي غضبك جميل زي بسمتك، التي أداها ولحنها المبدع عبد الحميد يوسف. وعندما سجلت هذه الأغنية وتم بثها بالإذاعة السودانية، كتب الموسيقار محمد عبد الوهاب في الصحافة المصرية قائلا: وها نحن الآن نشهد طفرة وانقلابا موسيقيا بالسودان. على كل حال شكلك بديع، غضبك جميل زي بك، عجب أن تكون، عجب أن تكون قاسي وديع، على كل حال شكلك بديع، غضبك جميل زي بسمتك، جميل زي ما